ده المكتب بتاعه زي ما هو كده، يعني احنا رجعنا من ده البيت ترتيبته، هو اللي بيرتب ده بالظبط. المكتب، هو محدش كل حط يوم ايده عليه. يوم ما نزل يوم الحد القداس بيسيبه كده تعليمه، ده خلاص الصليب خلاص. اللي بيمسكه في ايده طول ما هو بيذاكر. ليه صليب؟ لازم يفضل ماسكه طول ما هو بيذاكر، مرتب مكتبه زي ما انت شايف. صور القديسين دي هو اللي عاملها، هو اللي يعني دخل علينا مرة في يوم في البيت بالصورة دي، هو اللي عامل ديزاين البرواز القبطي ومجمع صور الفن القبطي لأنه كان بيحب الفن القبطي قوي، وطبعها وحطها على خشبة كبيرة زي حامل الأيقونات اللي في الكنيسة. هو اللي عامل الأيقونات دي، طبعها ومقطعها على خشب وحاططها. القنديل اللي هنا ده كان حاطط الصورة دي استعدادا لأسبوع الآلام، كان بيولعها طول ما هو بيذاكر قدام أيقونة مزيد المسيح الإكليل الشوك. وكان الدرج بتاعه، لو أنا فتحته لك، ده الدرج الكبير بتاعه كله. الصلبان اللي هو عاملها برضو، دي صلبان هو اللي عاملها، في حتى منهم صليب أبونا لابسه، هو اللي كان لابسه أبونا في وقت الصلاة، كان بيشو هو اللي عامله بنفسه. والصلبان السدر اللي هو بيقعد يلبسها، دي كلها صور للقديسين. كان بيدور السنكسار كل يوم القديس مين اللي موجود، ويطلعه من الكيسة ويحطه على برواز المسيح ده ويولع القنديل. حتى لو ملقاش القديس ده ليه صورة، كان ينزل يطبع الصورة دي ويحطها على البرواز ويولع قنديل. الكتب اللي هو حاططها في المكتب الأساسي بتاعه، الأشبية، الإنجيل، الأبصار المضية، كتب عن الرهبنة، هو كان ميال ميال للرهبنة للرهبنة، وكان مرتب بس وكان مرتب. احنا اتفاجئنا بعديها ان في كان بيقرا له مين يجي له. أبونا حد من الرهبان يعني اتصل بينا وقال لنا ان هو كان مرتب ان هو بعد ما يخلص الكلية يروح، بس ما كانش بيرضى يفتحنا في الموضوع ده عشان ما كانش لسه خلص. بعد كده بقيت المكتب، يعني المكتب الأساسي كله لربنا، بقيته بقى الكتب بتاعت الكلية منظمة بنظام منظم ونظيف، وبترتيب كتب ونظيف. عجيب. يعني ده مش مكتب حد في سنه، يعني ربنا كان الشفعاء بتوعه زي ما انت شايف حاططهم. الدنيا دي التونيا بتاعتي اللي انا كنت لابسها في وقت القداس، اللي عليها طبعا الدم بتاع شوي مطرح الشيل ومطرح الشغل في المستشفى. وهي لو تاخد بالك من ورا برضو كانت محروقة من النار اللي كانت ورايا اللي مسكت فيا. التونيا بتاعت بشوي اتفحمت تماما، ما تبقاش منها أي حاجة غير حتة صغيرة جدا من البطرشين بس. والتونيا ريحتها تفرح، يعني ريحتها تفرح ومش راضية تتغير ريحتها، رغم إن أنا دكتور وعارف ريحة الدم كويس، بس التونيا مختلف عن أي تونيا. وده لبس التعبونة اللي كان لابسه، لبس الخدمة برضو عليه دم بشوي ودم إخواته، لأن أبونا فعلا ما كانش يعني كان بي 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 كان أب لكل الناس، فكان بيشيل وبيساعد. وده صدره الصدرة بتاعت أبونا برضو بتاعت نفس اليوم الخدمة، يوم الخدمة. ودي هتتساب زي ما هي، دي مش هتتغسل، مش هتتغير، هتبقى في مكانها لحد ما ربنا كده يدينا طول. بس ده مكتب الشغل.